أهلا بكم في محورنا الثاني، الحديث فيه سيكون حول غزة، الضفة، التصعيد وجنوب لبنان، ما يحدث هناك، نتائج اجتماعات مجلس الدول السبع. الحديث موسعا، نرحب بضيوف الكرام الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد. مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. كما أرحب بالمحلل السياسي الأستاذ سامر عنبتاوي معنا مباشرة من فلسطين المحتلة. مساء الخير أستاذ سامر. أهلا بكم. مساء الخيرات. اسمح لي نضال بك، أبدأ معك بالسؤال عن الحدث الأمني، 8 جنود للاحتلال، وهناك على ما يبدو إعلان بعد أقل من دقائق أو بعد دقائق معدودة للناطق باسم جيش الاحتلال حول إصابات أكثر وأكبر بين قوات الاحتلال في سبت أسماه الاحتلال أو بعض وسائل إعلام الاحتلال بالسبت الأسود. نعم. مساء الخير محمد، أنت ومتابعيك الكرام وضيفك الكريم من الضفة الغربية. فيما يتعلق بموضوع الخسائر والكمين بالتحديد الذي حصل اليوم، الكمين حصل مركب، هذا الكمين استهدف جراف الدي 9، ثم بعد ذلك لحقها وصول قوة بناقلة نمر كانت تحمل 8 جنود، استهدفتها المقاومة واستطاعت القضاء على 8 جنود من الاحتلال اللي كانوا داخل هذه الناقلة. الكمين حصل في الحي السعودي في رفح. الأهم من ذلك كله ما نشر على لسان القناة 13 العبرية حين قالت أن التأخر وصول قوة الإنقاذ كان لمدة ساعتين. هذا ليس الخبر الأول، كان هناك أيضا كمين آخر، وأصدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تأخر وصول قوة الإنقاذ كان لمدة 3 ساعات. هذا مؤشر كبير وواضح وأهم من الكمين نفسه، أن تأخر وصول قوة الإنقاذ عندما يكون بهذا الشكل هذا يعني انخفاض الكفاءة القتالية للوحدات الموجودة. وبالتالي كنا نتكلم عن هذا الحدث قبل ذلك وقلنا أن هناك مؤشرات تشير إلى انخفاض في كفاءة قتالية لقوات الاحتلال، ومرد هذا الانخفاض هو عدم توفر القوات الكافية للقيام بمهمتها العسكرية. ويؤكد ذلك ما ورد على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي حين قال أننا بحاجة إلى 15 كتيبة يتم توفيرها من قبل السياسيين ليتم إنجاز المهمة. وبالتالي هذا الكمين في هذا التوقيت أعتقد أنه مناسب جدا يضغط على حكومة الاحتلال ويعزز ذلك العملية التي حصلت قبل دقائق أيضا في شمال قطاع غزة، بالتحديد غرب غزة المدينة، وراح ضحيتها عدد من الجنود والقتلى الإسرائيليين. وبالتالي منحنى الخسائر البشرية لقوات الاحتلال يرتفع ولا ينخفض. امبارح كان هناك 11، أول امبارح كان هناك 10، اليوم لغاية هذه اللحظة 8 في خان يونس و3 لغاية الآن في غرب غزة المدينة. وبالتالي هناك ارتفاع في منحنى الخسائر قد يجبر قوات الاحتلال، وأقولها من شاشة نبض البلد، أن قوات الاحتلال بهذا الوضع وبهذا النسق القياسي لن تستطيع إكمال مهمتها في رفح، وقد تكون مجبرة على سحب قطاعاتها أو وقف العملية العسكرية في رفح خلال أقصى حد 2 أسبوع من الآن. بس هم قالوا 2 أسبوع ننتهي العملية العسكرية في رفح، معلش عشان نكون دقيقين. الاحتلال دائما عندما يريد سحب قطاعاته يقول أنه تم إنجاز المهمة وسنقوم بسحب القطاعات. تم ذلك في جباليا وتم ذلك في غزة المدينة سابقا، واليوم أو أمس يتحدث عن أنه خلال 2 أسبوع قد يسحب وحداته من رفح لأنه أنجز المهمة. لكن في العرف العسكري ما هي المهمة التي أنجزتها قوات الاحتلال سواء في جباليا أو في غزة المدينة أو حتى في رفح مؤخرا؟ قوات المقاومة لا تزال تقاتل، توقع خسائر بقوات الاحتلال بعد 253 يوم. اليوم أيضا كان هناك رشقات صاروخية باتجاه غلاف قطاع غزة. المقاومة بكامل كفاءة القتالية ولا تزال توقع بكمائنها، توقع خسائر في قوات الاحتلال. إذن أين المهمة التي تم إنجازها من قبل قوات الاحتلال؟ وبالتالي يكون السبب الرئيسي لسحب هذه الوحدات هي الخسائر التي تعرض لها قوات الاحتلال. وهذا جاء على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي حين قال أنني لن أستطيع إنجاز مهمتي إلا بتوفير 15 كتيبة. أستاذ سامر عنبتاوي، غضب نتنياهو على ما يدور من عمليات عسكرية في رفح، عدم الإنجاز عسكريا على أقل تقدير وفق توصيف الاحتلال على أرض المعركة، تحرير وفق توصيفهم لأربعة رهائن بعد مقتل قائد العملية، ومن ثم اليوم يخسر الاحتلال 11 جنديا في أقل من 24 ساعة. تحياتي لك أخ محمد، لضيفك الكريم، لكل من يشاهدنا، كل عام وأنتم بخير أولا، والشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية بخير.
الذي يحصل مع نتنياهو الآن هو العناد المستدام وفقدان كل الخيارات في هذه المواجهة العسكرية. بمعنى آخر، أن المنطق العسكري والأمني والسياسي والأخلاقي وكل المقادير التي ممكن أن يقاس فيها أي مواجهة أو أي حرب تقول أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. هذه الحرب فاشلة، لم تحقق أهدافها، تخسر يومياً، لا وجود لأفق لها، لا وجود لتحديد لليوم التالي لهذه المعركة، لا وجود لمرحلة ما قيل في البداية الأهداف بالقضاء على المقاومة والسيطرة على قطاع غزة. إذن هذه الحرب يجب أن تنتهي بتسوية. ولكن عندما يكون نتنياهو وزمرته ومن على يمينه مثل بن غفير وسموتريتش يفقدون كل الخيارات ويعتقدون تماما أو هم على قناعة تامة أن توقف هذه الحرب يعني سقوط الحكومة اليمينية المتطرفة وبداية سقوط المشروع الصهيوني بمواجهته الفاشلة هنا، وأيضا السقوط الشخصي لنتنياهو وتوجه للمحاكمات. في ظل كل هذه العوامل نتنياهو نجده يهرب إلى الأمام ويصعد باستمرار. العمل هذا ليس كلامنا عزيزي، هذا كلام الداخل الإسرائيلي، سواء على صعيد الإعلام الإسرائيلي، على صعيد القادة المتقاعدين للجيش الإسرائيلي، حتى جزء من القادة العسكريين الحاليين والقادة السياسيين في داخل الاحتلال. كل هذه التوجهات تقول هذه معركة من؟ هي معركة نتنياهو، وإلى أين ستصل هذه المعركة؟ وما الذي سنجنيه من هذه المعركة؟ لذلك نجد أن كل مناصر وهمي يحاول نتنياهو تصويره للداخل يصطدم فيه على أرض الواقع. مثلا عندما قال أنه استطاع تحرير 4 أسرى إسرائيليين وكان هناك ضجة كبيرة حول هذا الموضوع وكأنه إنجاز ضخم بعد 8 شهور من هذه المعركة الاستنزافية، نجد أن الاحتلال يواجه المقاومة وبشراسة وفي كافة المواقع من الشمال إلى الجنوب. الآن فعلا تعلو الأصوات في الداخل الإسرائيلي لتتحدث عن أن معركة رفح تنتهي خلال 2 أسبوع. كيف ستنتهي؟ هل ستنتهي بالقضاء كما قال على وحدات المقاومة؟ لو كان قضي على وحدات المقاومة في جباليا أو في انصيرات أو في غزة أو في الشمال في بيت لاهي أو في أي موقع، لكان ممكن أن نقتنع أنه يستطيع القضاء على المقاومة في رفح، ولكن هذا الأمر لم يحصل لا في الشمال ولا في الجنوب. لذلك الآن نرى أن الداخل الإسرائيلي بكل تناقضاته التي عمت المجتمع الإسرائيلي الآن بشكل كبير، وعمت الأحزاب وانسحاب بيني جانس وجادي أيزنكوت من مجلس الحرب الذي توقوا فيه أن يكونوا على يعني في مرحلة مواجهة تاريخية بالنسبة لدولة الاحتلال، ثم اكتشفوا أن نتنياهو يخدعهم ويراوغ ويكذب عليهم ويستعملهم أيضا للاستمرار في هذه الحرب. بعد كل ذلك الآن المجتمع الإسرائيلي يحاسب ويطالب نتنياهو بالانتهاء، ولكن مرة أخرى نتنياهو يبحث عن أي سبيل، حتى لو كان في التصعيد في الضفة، لو كان في التصعيد في الشمال مع الحدود اللبنانية، لو كان يعني تجاوز كل القوانين الدولية وكل الضغوطات الداخلية والخارجية، هو يريد استمرار هذه الحرب بأي شكل من الأشكال. السؤال يبقى الآن، هل سينجح نتنياهو في تصعيد كل هذه الأمور وتدمير كل الجهود لإيقاف هذه الحرب، أم أن نتنياهو سيكون الضحية بين مزدوجين والذي سيدفع أثمان كل ما حصل حتى هذه اللحظة، ويكون هناك انقلاب سياسي داخل المجتمع الإسرائيلي ينزل نتنياهو عن عرشه ويؤدي إلى التفاوض حول وقف إطلاق النار؟ نعم، الجبهة الشمالية جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة أيضا تطوراتها أوسع مما كان سابقا، التطورات الميدانية تشير إلى ارتفاع حدة المعارك ما بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال، والحديث عن دراسة الاحتلال لعملية عسكرية كبرى جنوب لبنان. نعم، سأجيب على سؤالك أستاذ محمد، فقط دعني أعرج على نقطة فيما يتعلق في غزة حتى لا نبتعد عن موضوع غزة. الاحتلال الآن عندما تحدث عن موضوع إنهاء العملية بعد 2 أسبوع في رفح، الآن آخر أوراقه العسكرية استخدمها في رفح، بعد رفح والسؤال الأعمق، ما الذي سيتحدث عنه؟ ما المنطقة التي سيتحدث عنها؟ ما العملية العسكرية التي يمكن أن يتحدث عنها الاحتلال؟ بالتالي فقد الاحتلال كل أوراقه العسكرية. الاحتلال بدأ يلجأ إلى الإغراق الناري، وعندما أقول الإغراق الناري يحاول إغراق غزة بالقذائف والتدمير، لأنه يعتقد أو بدأ يعتقد مؤخرا أنه ما لم يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، لكن المقاومة أفشلت كل هذه الاستراتيجيات وأفشلت كل هذه المفاهيم.
التي استند عليها الاحتلال. الآن أذهب من غزة حتى أجيب على سؤالك فيما يتعلق في الجبهة الشمالية. يبدو أن مقتل القيادي من حزب الله طالب سالم والذي يعرف بالحاج طالب، والذي قد يكون القيادي رقم 2 في حزب الله الذي يتم اغتياله، ولأهميته كان هناك سالم الطويل قبله، وكان هناك علي حسن برجي أيضا من قيادات حزب الله التي تم اغتيالهم، لكن يبدو أن طالب الطويل لأهمية سيطرته على المنطقة الوسطى من حزب الله وبالتحديد على الجليل الأعلى جعل هناك ردة فعل عنيفة من قبل حزب الله. ما يحدث الآن من ردات فعل من قبل حزب الله هي تعدت عمليات أو تعدت العمق الإسرائيلي، كنا نتحدث عن 5 كيلومتر، الآن نتحدث عن 31 كيلومتر، وصلت العمليات إلى عكا، إلى حيفا، وصلت إلى نهرية، وبالتالي حزب الله أصبح يبحث أيضا عن الأهداف عالية القيمة الهاي فاليو تارجت. عندما نقول أن حزب الله استهدف مصنع بلسان، وهذا المصنع معروف أنه المصنع العسكري الذي يقوم بتصنيع صفائح الدروع لدبابات المركبة ولناقلات النمر، بالتالي هذا هاي فاليو تارجت، هدف عالي القيمة. وأوجع الجانب الإسرائيلي رغم عدم إعلان الجانب الإسرائيلي عن استهداف هذا المصنع والموجود في حيفا. أيضا الأمر الآخر والأهم أن المقاومة جنوب لبنان أصبحت تعتمد على تعميق ضرباتها وتعميق عمليات استنزافها وزيادة تهجير ومنع عودة النازحين من الإسرائيليين إلى مناطق النزوح، وهذه عملية تؤثر وتضغط على حكومة الاحتلال. عندما نقول أن هناك 120 ألف نازح من الإسرائيليين نزح من مناطق شمال الأراضي المحتلة إلى مناطق العمق، هذا يضغط، وخاصة تكلمنا من نبض البلد أن معظم أو أغلب هؤلاء النازحين هم من اليهود الأشكناز وليس من السفرديم، بمعنى من نخبة المجتمع الإسرائيلي، الاقتصاديين والسياسيين والجنرالات هم معظمهم من الأشكناز وهم اليهود الغربيين الذين يسكنون شمال الأراضي المحتلة. قام حزب الله بتهجير هذه الشريحة وضغط أكثر على حكومة الاحتلال. الآن الحديث الذي يجري عن عملية عسكرية قد تكون واسعة تجاه حزب الله، وأن الاحتلال يريد إنهاء ملف غزة وأغلاق ملف غزة حتى يتوجه إلى الشمال، أنا أعتقد هذا كلام غير مرتبط بالواقع لأسباب عديدة حتى لا يكون كلامي إنشائي. راح أسألك عن الأسباب بس أسمع رأي أستاذ سامر. سياسيا هل نتنياهو قادر أستاذ سامر على خوض معركة في جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة مع كل الضغط العسكري الذي يعيشه في على أرض قطاع غزة؟ نتنياهو منذ بداية من 7 من أكتوبر رفع التليفون مباشرة مع جو بايدن الرئيس الأمريكي وطلب المساعدة. باليوم الأول الذي حصل فيه 7 من أكتوبر طلب المساعدة الأمريكية، وهرعت المساعدة الأمريكية بكل المقادير المالية والعسكرية والبشرية والإمكانات اللوجستية والاستخباراتية لتدعم دولة الاحتلال في مقابل بعد عشرات آلاف من المقاتلين المقاومين المحاصرين في قطاع غزة. فما بالك إن توسعت المعركة لتشمل الإقليم الشمال أو الإقليم بشكل عام. الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة لا يستطيع مواجهة فقط الضفة وقطاع غزة. نحن نعلم تماما أن الآن في الضفة الغربية أكثر من جيوش أكثر من ما هو موجود في قطاع غزة، وهذا لأنه يخشى تماما من تفجر الأمور في الضفة الغربية. وبالتالي الجيش الإسرائيلي المنهك في قطاع غزة والذي استنزف بأكثر الحالات، ورأينا أن هناك انتحارات في الجنود الإسرائيليين، ورأينا تراجع في الأداء بشكل كبير والإطفاق، كما تفضل ضيفك الساعات التي استغرقت لإنقاذ من تم قتلهم اليوم فجر اليوم. وبالتالي هذا يوحي أن القدرة الأمنية والسياسية لنتنياهو تتحدد. ولكن نتنياهو ما الذي يسعى إليه؟ ولذلك هنا قد يعني قليلا أختلف مع ضيفك الكريم. نتنياهو يخطط للمواجهة مع لبنان مهما بلغت التكلفة، لأنه كما قلنا قبل قليل كل الأهداف استنزفت في قطاع غزة ولم تحقق. ما الذي سيرفعه الآن من شعارات في قطاع غزة؟ كان يقول قضينا على معظم 18 وحدة قتالية للمقاومة، الآن بقي 2 أو 4 وحدات في رفح نقضي عليهم. الآن الذي سيقوله للداخل وللجيش الإسرائيلي؟ وبالتالي ليس أمامه إلا تصدير الأزمة بشكل أكبر. المعيقات في هذا المجال الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد فتح مواجهة مع حزب الله ومع الجنوب اللبناني لأسباب كثيرة، لكن باختصار أمريكا على أبواب انتخابات، أمريكا لا تريد التدخل أو الدخول في حرب إقليمية مواجهة، أمريكا لديها ملفات أوكرانيا
وملف اقتصادي مع الصين لديها معاملات دولية، وهي أصلا قررت الخروج من المواجهة وحرب بالوكالة عن الداخل في الداخل الشرق الأوسط. لكل هذه العوامل تضاف إليها أن دولة الولايات المتحدة تخشى على دولة الاحتلال من نفسها، تخشى عليها من نتنياهو، تخشى تطورها أكثر وانهيار كل المشروع الصهيوني. وهي تعلم تماما إذا ما فتحت الحرب مع الجنوب اللبناني، إذا كانت مع غزة لم تستطع تحقيق أي أهداف، فما بالك في أضعاف أضعاف هذه القوة لدى قوة المقاومة في لبنان والإمكانات الدقيقة في الاستهداف الداخلي في العمق الكامل داخل دولة الاحتلال. شاهدنا منذ بعد من أكتوبر شاهدنا أن المنطقة الشمالية كلها محررة الآن، لا يستطيع الجيش الإسرائيلي ولا طائراته ولا المستوطنين على العودة إليها، وتحرق بالكامل ولا تستطيع دولة الاحتلال فعل شيء، فما بالك لو تفاعلت هذه الحرب. ولكن نتنياهو أعتقد أنه مصر وسيحاول تفجير الأمور مع حزب الله ومع الشمال ومع كل الجبهات وتوريط الولايات المتحدة في هذه المواجهة. هل سينجح في ذلك أم لا؟ الأيام القادمة هي كفيلة في الإجابة على هذه الأسئلة. أشكرك كل الشكر المحلل السياسي سامر النبتاوي، كنت معنا مباشرة من فلسطين المحتلة. شكرا جزيلا لك، أعود لك وجنوب لبنان. نعم، وراء قراءتك لما سيكون في عطلة العيد، فترة العيد، يعني قد يقرأ السياسيين ما يحدث في جنوب لبنان من زاوية سياسية، لكن من زاوية عسكرية هناك أسباب عديدة تمنع أو لا يستطيع من خلالها الاحتلال توسيع عملياته العسكرية. السبب الأول أن خسائر قوات الاحتلال كبيرة في قطاع غزة، وبالتالي أي عملية عسكرية، هو لم يعترف بذلك، هو لم يعترف، ما اعترف، لكن على أرض الواقع كل جيش الاحتلال 11 فرقة، خمس فرق اشتبكت في قطاع غزة من المنطقة الجنوبية، وبالتالي تهشم أغلب هذه الفرق، أربع فرق مع شمال الأراضي المحتلة وباقي الفرق موجودة في الضفة الغربية. الآن الأربع فرق الموجودة شمال الأراضي المحتلة تحتاج سيدي عشان أكون منطقي، الدعم الذي خط إمداد مفتوح 24 ساعة، الدعم على الذي يتوفر له دعم معدات، دعم استخباري، دعم بالسلاح، دعم بالذخيرة. أنا أتكلم عن قوة بشرية على الأرض، قالوا في مرتزق اليوم بقاتل. الآن عندما نقول أنه لا يتوفر لديه القوة البشرية ولا يتوفر لديه، كما نتكلم دائما، ترف القوات العسكرية لشن عملية عسكرية جديدة، هذا سبب. السبب الآخر وهو سؤال وسؤال عميق، هل يستطيع أو هل تستطيع قوات الاحتلال تحمل المزيد من الخسائر، مزيد من الخسائر التي تحملتها في غزة، أن تتحملها على الجبهة الشمالية؟ أعتقد أن الإجابة بكل وضوح في أربع فرق عنده، أنت بتقول أربع فرق، بعدين في فرق كثير سحبت من غزة، تم إعادة هيكلتها وأصبحت جاهزة، لكن لا يملك القدرة الكافية على تحمل المزيد من الخسائر تضاف إلى الخسائر التي تحملها في قطاع غزة. الأمر الآخر والأهم أن الحزب الله نجح في تجريد الاحتلال مؤخرا من القدرة الجوية شمالا، بمعنى السيطرة الجوية. في المفهوم العسكري السيطرة الجو هناك لها مفهومين، إما سيطرة جوية أو سيادة جوية. السيادة الجوية يستطيع التحكم بالجو كما يشاء، السيطرة الجوية أنه لا يستطيع أخذ راحته في التحكم في العمليات الجوية. وبالتالي عندما نقول أن حزب الله أسقط أربع طائرات من نوع هرمز 900 طائرتين وهرمز 420 طائرتين، بالتالي لديه القدرة على التحكم أو على مجاراة العمليات الجوية لقوات الاحتلال، وبالتالي نجح حزب الله بإعماء القطاعات البرية نتيجة عدم توفر الاستطلاع الجوي والنشط للقطاعات البرية. الأمر الأهم من هذا كله، أرجوك، أنا لا أقول أن إسرائيل لن تقوم بعملية عسكرية مطلقا، لكن أقول لن تستطيع القيام بعملية عسكرية تقليدية تجاه حزب الله، لكن قد تقوم بعملية عسكرية محدودة انتقائية ضد أهداف قد تصل إلى الضاحية الجنوبية. السبب أن إسرائيل تريد استعادة القدرة على الردع، وتريد استعادة القدرة على تهشيم صورة الماكينة العسكرية الإسرائيلية مع حزب الله. نعم، أشكرك كل الشكر نضال بيك على حضورك ليلة معنا، شرفتنا بوجودك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير أستاذ محمد، أنت والمتابعين الكرام وقناة رؤية، ودائما إن شاء الله نسعد برؤياكم.